السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك الدكتور محمود هدوء. حواري حضراتكم النهارده حالة تريجر فينجر وتر زنادي، اللي الصباع بيعلق كده، تلاقي الحركة بتاع الصباع واقفة خالص وتلاقي فيه وجع في الحتة دي. بنعمله عملية عبر الجلد بدون غرز، بعمله عملية ديت والحمد لله بتيجي النتيجة ممتاز. حواري حضراتكم حالة النهارده، أنا عملت لها العملية دي من حوالي أسبوعين وجاية نشوفها مع بعض ونتابع مع بعض ان شاء الله. يا ريت طبعا ما ننساش نشترك في القناه ونعمل لايك ونعمل كومنت، ولو في اي حاجه تحت امرك. الف سلامه، معاك اتفضل. حركه بقى كده، حركه بقى كده. ايه الاخبار دلوقتي؟ الحمد لله تمام. الوجع الحمد لله تمام، والحركه بقت ممتازه، كله تمام ماشي. افرد افرد كده اصبعك اهو، ويكاد لا يرى اثر العمليه. لا الحمد لله، الاثر البسيط ده تمام. ماشي تمام. كده ده مكان العمليه تمام، بقالنا اسبوعين دلوقتي مش تمام. كده تمام. ان شاء الله. سلام. وده حضراتكم مكان العمليه، المفترض يكون في الحته دي ومفيش اي اثر خالص للعمليه. ليه؟ لان العمليه بدون غرز وعبر الجلد. والقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اشتراك في القناه وتعملوا لايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.